عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة ايمي وهنونة. النهاردة الفيديو ان شاء الله مختلف جدا، هنعمل مع بعض الطعمية البيتي في البيت ان شاء الله تعجبكم. ونقول بسم الله ونبدأ المكونات مع بعض. معانا كيلو فول مدشوش، ومعانا بقدونس، وكرات، وملح وكزبرة، ورش ثوم صغيرة، وبصل، وفلفل احمر، وفلفل اخضر حراق. وبس، المكونات بسيطة جدا وسهلة قوي ومتوفرة في كل البيت. ويلا بقى بينا بسم الله ونبدأ الطريقة مع بعض. حطينا المكونات كلها مع بعض، اللي حطينا البقدونس وحطينا الكرات والبصل والملح والكمون والكزبرة، كل ده نحطه على بعضه كده، بس ما نكترش الخضرة، لان انتوا عارفين الخضرة ايه اللي بيخليها تبقى طرية من جوه لما تكتروا الخضرة قوي. لازم تبقى الخضرة معقولة شوية. هوريها قدام، هوريكوا قدامكم هنعمل ايه مع بعض. بصوا، ونحط شوية مية صغيرين كده، شوية صغيرين عشان الكبة تمشي معانا. دي الطعمية بعد ما اتفرمت قدامكم، هنطلعها كده، نحطها هنا، هنعملها بقى كلها ونرجع لكم تاني عشان صوت الكب. بس اهو دي يا حبايبي، بعد ما طحنت اهي في الكبة، حط لها شوية كبابة صيني كده تخلي ريحتها جميلة جدا. وبعدين اللي ما عندوش المطحنة اللي زي دي، كبة اللي زي دي، ممكن يعمل في واحدة زي دي، بس نص فنجان مية، يزود شوية بشوية مية صغيرين في كل مرة، يحط نقطة مية كده عشان تمشي معايا. بس دي تمشي ودي تمشي ودي اهي، بعد ما اتعملت. بس بقى هنعمل فيها ايه عشان هتبقى هشه وحلوه، هوريكم بقى. دي ده العجان الكبير، هعمل فيها تاني، حط الطعميه كده في العجان ده، تخليها هايش هايشه كده زي اللي بتتباع عند الراجل، ما تخليهاش مكتومه ولا تخليها نيه من جوه، نعملها كده. برضو اللي ما عندوش كبه يعملها في الكبه الصغيره، يعملها في الخلاط، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه تقف قصاده، يتصرف كل واحد على قد الحاجات اللي عنده. يعني بعد ما حطينا الكميه كلها نشغل عليها ايه العجان كده شويه، العجان ده يخليها هيشه، يخليها هيشه كده وحلوه، عارفه تاخد مفيش دقيقتين اتنين خلاص على كده. بس بقى كده هنفضيها معاكم، وبعدين نقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بس كده خلاص خلصت اهي، هنعدي بقى في الاكياس عشان نشيلها في الفريزر واديها قدامكم. هنعبيها كده في الاكياس، تنفع بقى في رمضان ان شاء الله باذن الله. الواحد اهو يجهز اهو رمضان، السحور بقى تبقوا شوائل للطعميه، مره تعملوها يا حبيبي. شوفوا كده بعد ما عبيتها اهي، ده كده عشان ما تاخدش مكان، نبططها كده اهي. واللي يعمل الطعميه ما عندوش مثلا كرات، ممكن يحط بقدونس، كزبره، اللي عندك في البيت حطيه، مفيش اي مشكله. بس اهم حاجه تعملوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي، هتبقى ناجحه وجميله جدا. قولي لي رايكم فيها ايه، وهنا مش هقليها الا معاكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي بقى الطعميه اللي احنا عملناها مع بعض قدامكم اهي، بعد ما خلصت وهقليها قدامكم دلوقتي، وهتشوفوا المكونات اللي هحطها عليها. ده هريسه ببصلايه صغيره كده، ببقدونس دي هحشيها بيها، ودي كزبره، وده سمسم هعملها بكذا حاجه، وتشوفوها قدامي وانا بعملها. ودي ميه عشان عاوز ايديا ميه كده ما تلزقش في ايدي، هنعملها اهو مع بعض.
سمسم حتى زيت غزير بقى كده زي ما انتم شايفين، لازم الزيت يكون غزير. هنعمل تاني، هنعمل تاني مع بعض. وحطيت معاك اهو، شوف هنكمل تاني. دي بقى هنعملها بالكزبرة، هنعمل من كل حاجة حاجة عشان تشوفيني وانا بعملها، وبعد كده نعملها عشان وقت الفيديو، وبعدين اوريكم في الاخر. دي بقى هنعملها محشية، شوفيني كده هعملها ازاي. الحشو كده البعض اللي بيحبها بالشطة، يعني كل واحد بيحبها بحاجة نعملها بحاجة. نحط عليها سمسم، كده ما تستوي هنقلبها على الناحية التانية ونطلعها، واعمل الباقي واوريكم الاخر عشان الفيديو بس. بس كده بنقلبها معاكم شكلها بقى عامل ازاي. لازم الزيت يكون غزير، ولازم الطعمية نعملها الاول في الكبة ولا في المطحنة ولا في اي حاجة الكبة، عشان تبقى نافشة كده وحلوة وتستوي كويس. دي بعد ما نعملها دي نديها لا بالكبة الصغيرة لا بالعجان، اي حاجة عندكم مفيش حاجة تقف قصادكم خالص. ودي الطعمية بعد ما خلصت، ريحتها حلوة قوي. هنفتح واحدة مع بعض، بصوا محشية اهي وحلوة، ونفتح واحدة مش محشية اهي. وحابة افكركم انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اللي يشوف القناة اول مرة، وياريت لو في اي تعليق على اي حاجة او اي معلومة حد عايز يضيفها ياريت يكتبها في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.